السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة ماين فيتنس وفي موقع كفاءة فكرية. في الدرس السابق تطرقت إلى الخط العربي، يعني نظرة موجزة حول الخط العربي، خط ثلث، خط نصف، خط رقعة، الخط الديواني، الخط الفارسي، وكذلك إلى لمحة موجزة حول الخط الإنجليزي أو Gothic كاليغرافي. في هذا الدرس ستطرق إلى الخط الإنجليزي Gothic كاليغرافي، حروف الكبيرة capital letters. فإذا أعجبك هذا الفيديو أو أحسست بلمسة يعني مختلفة عن الرسومات السابقة التي رأيتها سواء في على اليوتيوب أو في لوحات يعني في مكان ما، فمرحبا بك كمشترك في القناة، ولا تنسى يعني تفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد، والإعجاب بالفيديو وخصوصا التعليق. التعليق هو الأهم، تشجيع، تنويه، إرشادات، نصائح، انتقاد. الانتقاد هو الأهم، هو الذي يساعد الإنسان على تحسين تصحيح الأخطاء وتدارك الهفوات وتطوير العمل. ولكم جزيل الشكر. في هذا الفيديو سأقوم بكتابة الحروف الأبجدية الإنجليزية بحجم كبير، يعني English Alphabet Capital Letters أو Black Letters in Gothic Calligraphy. أولا يجب علينا أن نقوم بتثبيت الورقة على المكتب. ثانيا من المهم جدا أن نقوم بتسطير الورقة حسب المعايير الدولية أو العالمية. لقد قمت بتسطيرها لربح الوقت وكي لا يكون الفيديو طويلا جدا. أولا مقاييس الكتابة أو الحرف أو الورقة أو التسطير نتخذها طبقا لحجم رأس القلم الذي سنستعمل أو ما يسمى pen nib من قار القلم. هذه النقط هي التي تحدد حجم الخط. سأوضح أكثر. أربع نقاط في الوسط بالنسبة للحرف الصغير أو lower case letter، نقطتين فوق بالنسبة للحرف الصغير يعني طويل نوعا ما مثل L T D، يعني L بالفرنسية T D، نقطتين أسفل بالنسبة للحروف ذات يعني الجزء السفلي مثل بي او بي بالفرنسية كيو. بالنسبة للكابيتال ليترز او الحروف بحجم كبير هي يعني نكتبها في هذا الشكل. اذا المقاييس هي 2 4 3 2. هذا الخط هو الفارق بين الأسطر، مساحتهم نقطتين كذلك. أول حرف هو حرف أي، بالنسبة للمقاييس المسافة بين الحروف بين كل حرف في الكلمة، بين كل حرف وحرف مسافة نقطة من هذا القلم أو القلم الذي تستخدمه أنت، مسافة بين كلمة وكلمة نقطتين. بالنسبة للحرف يعني lower case letter أو الحرف الصغير أي، you
هنالك طريقة ذكية لحفظ الأبجدية الإنجليزية عوض حفظها عن طريق الطريقة التقليدية A B C D حرفا حرفا. هنالك جملة معروفة تقريبا مثل أو proverb أو idiom إن صح التعبير، وهي The quick brown fox jumps over the lazy dog، الثعلب البني يقفز فوق الكلب الكسول. كيف تتمكن من حفظ هذه الحروف الأبجدية الإنجليزية؟ طريقة بسيطة جدا، تقوم بترقيم الحروف الأبجدية بالترتيب A What is A؟ The quick A B C D E F G H I J K What is K? It's here. L M N O P Q R S T U What is U? U, U, it's here 21 V W X What is X? Fox X24 Y25 Z or Z 26. يعني طريقة ذكية لحفظ الحروف الأبجدية الإنجليزية عوض الطريقة التقليدية A B C D. So thank you for watching. شكرا على المشاهدة، وأتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. قد لا تكون الحروف التي رسمتها بهذا القلم حروف جيدة جدا، السبب هو أن هذا القلم قد فقد يعني صلابته، أصبح يعني غير حاد للجوانب. من الأفضل استعمال أقلام يعني معدنية من هذا النوع، يعني أقلام صلبة، يعني نادرا ما تتعرض للإتلاف. الأقلام المعدنية فهي جيدة جدا، ولكنها باهظة الثمن شيئا ما. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابك، يعني محاولة بسيطة، أنا كذلك في طور التعلم، محاولة بسيطة لرسم الخط الإنجليزي أو Gothic Calligraphy. فإذا أعجبك هذا الفيديو فمرحبا بك كمشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل خاصية الجرس كي تتوصل بكل جديد، والدعم عن طريق الضغط على زر الإعجاب والتعليق. التعليق هو الأهم، التعليق هو أهم شيء، يعني نصائح، إرشادات، انتقاد، خصوص انتقاد. انتقاد هو الذي يجعل الإنسان يضع الأصبع على موطن الداء ويقوم بتصحيح الأخطاء وتقويم يعني الاعوجاج، وبالتالي يكون منتوج في مستوى تطلع المهتمين. وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. أذكر يعني إلقاء نظرة على هذه القناة، فهي قناة متعددة الاختصاصات، صحيح مغالطات ثقافية والدينية بصفة عامة، تعليم اللغة الإنجليزية، تعليم الخط العربي، الخط الإنجليزي، يعني قناة مهمة جدا. وعلى كل حال قناة يعني أبذل جهدي في إعطاء كل ما أتقن وكل ما أعرف، لا في الميدان الثقافي ولا في ميدان الخط ولا في ميدان الموسيقى، يعني أعطي كل شيء بدون يعني بخل وبدون مجاملات. في فيديو قادم إن شاء الله سأتطرق إلى حروف اللغة العربية، يعني الخط العربي،
خط النسخ، خط تولوز، خط الرقعة، خط الديواني، خط فارسي. أما الخط المغربي فهو خط جميل جدا لكن يتطلب قلم خاص. إن شاء الله إذا تمكنت من صنع قلم يعني من القصب خاص بالخط المغربي سأخصص له فيديو خاص به لأنه خط رائع جدا. وإلى اللقاء في عمل جديد بحول الله. إذا أشئت أن تتعلم الخط سواء العربي أو الخط الإنجليزي غوثيك كاليغرافي فما عليك إلا التمارين والتطبيق والصبر والكتابة في كل وقت، سواء من أجل تحسين الخط العادي أو الخط الفني، خط يعني كاليغرافي أو الخط العربي. الخط شيء مهم، يعني الخط يعطي لمحة عن شخصية الإنسان، فإن قمت بتطوير خطك فستتمكن من تطوير يعني مهارات سكيلز ويعني ملكات سواء فيما يتعلق بالشخصية، شخصيتك الخاصة أو في تصرفاتك أو في تفكيرك. يعني الخط يلعب دور كبير. عندما ترى خطك أنت نفسك، عندما ترى خطك يعني تقوم بتقويم السلوكات الغير لائقة، تقوم بتطوير مهارات أخرى. لكن عندما ترى خطك بأنه خط غير مقبول أو غير واضح فإنك تحس بنقص كبير، وهذا النقص يؤثر عليك شخصيا، يؤثر على تفكيرك، يؤثر على سلوكك، يؤثر على يعني تقدمك سواء في العمل أو في الحياة بصفة عامة. الخط شيء مهم جدا في حياة الإنسان، كما لو أنه الإطار الذي نرى به الإنسان. لاحظ أنت نفسك عندما ترى خط جميل تتخيل صاحبه بشكل من الأشكال، لكن عندما ترى خط غير واضح أو خط يعني متناثر ف يعني في الحال تحكم على ذلك الإنسان، سيكون حكمك عليه يعني حكم سلبي. حاول أن تطور خطك، لأن تطوير الخط يساعد على تطوير مهارات أخرى دون أن تشعر بها. تطوير المهارات الأخرى يكون بطريقة غير مباشرة. أي مهارة أخرى حاول تطويرها فستتمكن من تطويرها في وقت موجز وبشكل جيد. فإذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس إلى آخره. وإلى اللقاء في عمل جديد، وشكرا على المتابعة. دمتم بخير.